مرحبا، يسعد لي اوقاتكم اعزائي المشاهدين، معكم الشيف فادي، برحب فيكم جميعا بقناتي وبتمنى لكم الخير. اما بالنسبه لوصفتنا لليوم فهي طريقه عمل فتوش على الطريقه الشاميه بمكونات كثير بسيطه وطعمه رائعه وطريقه مميزه ان شاء الله. بالنسبه للمكونات عندي هون خيار وبندوره وفجل مقطعين بهالشكل اختصارا للوقت، عندي هون بقله، عندي خبز مقطع ومقلي، عندي هون خس مقطع بهالشكل، وعندي ايضا نعنع مقطع بهالشكل، عندي هون زيت زيتون، 3 معالق كبار خل ابيض، خلطهم مع ربع معلقه صغيره ثوم مفروم ناعم، وعندي هون ملح. هدول هن كل المكونات اللي بنحتاجهم لوصفه اليوم. هلا رح اضيف كل المكونات اللي ذكرتهم سابقا، قلب الوعاء بهالشكل، بندوره، خيار، فجل، خس، بقلة، نعنع، أيضا نصف الكمية من الخبز المقلي، راح أضيف الملح، خل مع الثوم، زيت الزيتون، هلا بخلط المكونات مع بعض بشكل جيد بهالشكل. هاي النتيجة قدامكم مثل ما شايفين، نتيجة رائعة. هلا بشوفكم. هيك اعزائي النتيجة طلعت معنا مثل ما شايفين، نتيجة وشكل ولا اروع من هيك. هلا راح نضيف لها شوية دبس رمان بيعطي طعمة اطيب بهالشكل. وصفة كتير سهلة وبسيطة، هيك النتيجة طلعت معنا، وألف صحة وهنا. وهيك أعزائي بتكون انتهت وصفتنا لليوم، بتمنى تجربوها وأكيد النتيجة حتنال إعجابكم. لا تنسوني بالدعم باللايك والشير والسبسكرايب والضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وهلأ إلى اللقاء بوصفة جديدة.